فيديو النهاردة هيكون ريفيوهاتي عن منتجات هندية جربتها وعجبتني. فيديو النهاردة كده باختصار هو للناس اللي عايزة تلون شعرها من غير ما تضر شعرها، هو برضو للناس اللي هي عايزة حاجة علشان تقلل الهيشان وتحافظ على شعرها من التقصيف، والناس اللي عايزة تنعم الشعر وتستعمل حاجة يعني معينة تفك التشابك كده، وبرضو لو عايزين تستعملوا حاجة للأطفال علشان تهدي شعرهم وتنعم شعرهم والهيشان والحاجات دي كلها، والناس بقى اللي هي بتعاني من القشرة وبتيجي تستعمل حاجة للقشرة وما تروحش، أو تستعمل حاجة للقشرة وتنشف شعرها. فالمنتجات اللي هتكلم عليها النهارده هتكون في اطار هذه الاستخدامات، ويلا بينا علشان نبتدي. من حوالي شهر جات لي منتجات هنديه، البنت كلمتني الاول فانا بصيت كده على الاكونت، عملت يعني تحرياتي كده علشان اشوف الاكونت ده كويس ولا لا، حاجاته اوريجينال ولا لا، تعاملاته كويسه ولا لا. فلما ارتحت للاكونت قلت لها خلاص تمام، قالت لي طيب اختاري انت عايزه ايه، فقلت لها يعني على الحنه وكده، فقلت لها ان انا عايزه يعني حنه لشعري. طبعا بسمع ان الحنه الهنديه حلوه جدا، مش زي مش حنه يعني تراب كده زي اللي هي بتاعت العطار. فقلت لها انا عايزه حنه لشعري، انا عندي كام شعرايه بيضه، يعني عندي شعر ابيض كتير، يعني عندي شيب مبكر يا جماعه، بعمل له فيديو مخصوص، وهعمل الحنه بتاعت النهارده دي فيديو مخصوص، لان هي عايزه فيديو مخصوص. بس يعني قالت لي ان في اتنين حنه هندي، في حنه اسمها نيوبار اللي هي دي اللي جات لي، قالت لي ان الحنه نيوبار دي مش بتلقط لون من اول مره، دي بتحتاج ان انت تعمليها مثلا مرتين علشان تلقط لون، دي علشان التغذيه اكتر، دي حنه بتغذي الشعر اكتر. بس هو الصراحه ان انا لما استعملتها يعني الشعر الابيض لون من اول مره، يعني انا كنت عايزه اعمل شعري بني عشان يبقى هو نفس لون شعري، فحطيت على الحنه دي قهوه وكركم، وهقول لكم طريقه الاستعمال بتاعتها، يعني انتوا تستعملوها ازاي وكل حاجه، كل التفاصيل عنها وطريقه استعمالها، وهتشوفوني وانا بستعملها في فيديو مخصوص ليها الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. وقالت لي ان في حنه تانية اسمها ليجن تقريبا، يا رب اكون بنطق اسمها صح، الحنه دي بقى دي علشان اللون، يعني الناس اللي عايزه تلقط لون من اول مره هي ليجن دي. قلت لها لا بصي انا عايزه اللي هي بتغذي الشعر وبتلون بعد كام مره، يعني انا يهمني تغذيه الشعر وما عنديش مشكله يعني ان انا اعمل الحنه مرتين علشان تلقط لون. فبس فجت لي دي وجربتها وعجبتني جدا، هو يمكن اللون البني اللي هي عاملاه لي في شعري من فوق ما يبانش قوي، انا اصلا شعري ليه لقط من اول مره لون، لان انا شعري بني مش اسود، الناس اللي شعرها اسود لا مش هتلقط لون من اول مره. وعلى فكره اللون بتاع الحنه بيبقى ضاي وبيبان في الشمس اكتر ما تقدروا تشوفوه بالليل، يعني فاهمين قصدي، يعني مش لون بيبقى لون صريح، هو بيبقى ضاي كده وبيبان قوي قوي في الشمس. وانا كنت مجربه الحنه بتاعت العطار، جربتها قبل كده وعملتها، الكلام ده كان من كذا سنة، وجربت الحنة اللي هي جلوري اللي هي كيس ب 15 جنيه تقريبا. كل الحاجات دي انا كنت مجرباها زمان، والحنة بتاعت العطار دي كانت بتنشف شعري جدا، كانت فعلا حرفيا فعلا يعني عاملة زي التراب بتاع الشعر، وما كنتش بحس معاها يعني ان انا مرتاحة خالص، بتنشف شعري جدا. الحنة بقى بتاعت جلوري كانت بتلقط لون على طول من اول مرة، بس كانت غمقت شعري، كنت جايبه بني فاتح قوي راحت عملته اسود، وغير كده ان هي كنت بلاحظ ان شعري بيقع بعد استعمالها وما ارتحت لهاش خالص. الحنه دي بقى بجد بجد يعني احلى حاجه فيها ان هي ما نشفتش شعري، بس طبعا اللي لاحظته معاها ان انا بعد ما استعملتها مره، انا عملت شعري مره واحده بس بالحنه وغسلته مرتين، انا كده غسله شعري ساعه الحنه مره ومره كمان، فانا هعملها مره كمان اللي هو ساعه ما اصور لكم الفيديو هوريكم الدرجه يعني شعري بقى لونه عامل ازاي. تاني حاجه استعملتها، بس دي بقى انا استعملتها ادي شهر، يعني مش لسه مستعملاها زي الحنه كده مره ولا حاجه، لا انا مستعمله ده ادي شهر، وقلت لكم عليه قبل كده، اللي متابعني كويس هيعرف انا قصدي على ايه. ده الشامبو ده بتاع القشره اسمه دانسل، معرفش بقى هو اسمه دانسل ولا دانزل، بس ده شكله اهو، ده بالانجليزي والناحية التانية مكتوب عليه بالهندي. اللي عاجبني في الشامبو ده ان هو فيه مادتين علشان القشرة مش مادة واحدة، اول حاجة فيه مادة الكيتوكنازول اهي اللي هي اصلا مضادة للفطريات وحلوة علشان القشرة للشعر، وكمان فيه مادة الزنك بايروسيون اهو،
ففي كده هو مادتين علشان القشرة مش مادة واحدة، وده يخلي الافكت بتاعه قوي ضد القشرة. تاني حاجة عجبتني فيه ان هو معاه كونديشنر، معاه بلسم، يعني الشامبو ده مش بينشف الشعر، وده فعلا حقيقة انا لاحظته. بس برضو للأمانة عشان بس تبقوا عندكم الفكرة كاملة، انا شعري فروته دهنية، وقبل غسل شعري بعمل حمام زيت، فجايز انا ما حسيتش ان هو بينشف لي شعري عشان انا شعري دهني وببقى عامله حمام زيت. ما جربتوش وانا مش عامله حمام زيت، لان انا كل مره بعمل حمام زيت قبل ما اغسل شعري. لكن هو فعاليته للقشره بجد حلوه جدا، انا خلاص القشره راحت من عندي بعد شهر من الاستعمال، وما كانش بينشف معايا شعري، بس انا زي ما قلت لكم شعري دهني عشان لو حد استعمله ولقى انه بينشف له شعره. بصوا هو قد ايه، هو حوالي 100 مللي، وليه طريقه استعمال معينه لان هو مركز او قوي شويه. البنت كانت قايله لي على طريقه استعماله، والحقيقه انا هعتمد الطريقه دي في كل الشامبو بعد كده، لان الطريقه دي حلوه جدا للناس اللي بتعمل حمام زيت والناس اللي بتبقى مش عارفه تنضف شعرها كويس من الزيت. هستعمله ازاي؟ هيظهر لكم دلوقتي على الشاشه. احنا بنحط منه حوالي معلقه صغيره. لو الشعر تقيل شويه او طويل، او انت عامله حمام زيت وعايزه تنضفيه اكتر، حطي معلقه ونص صغيرين من الشامبو ده، وحطي عليه ربع كوبايه ميه، وافضلي قلبيهم كويس كده مع بعض لحد ما الشامبو يدوب كويس ويدوب كله في الميه، وبعد كده تقدري تستعملي الشامبو المتدوب في الميه ده. الفكره دي الحقيقه حلوه جدا علشان بتخلي الشامبو يتوزع على الشعر كويس قوي، وما تفضليش تستهلكي كميه كبيره من الشامبو على الشعر وفي حته واحده بس من الشعر، كده انت هتوزعي الشامبو على كل انحاء الشعر. وطبعا كميه الميه اللي فيها شامبو دي هتخليكي تغسلي شعرك مرتين، يعني مثلا تحطي نص الكميه على شعرك وتدلكي فروه الروس كده علشان تنضف، وبعدين تشطفي شعرك وتحطي النص التاني. النص التاني ده هتسيبيه على شعرك 5 دقايق وبعد كده تشطفي شعرك. هتعملي الكلام ده كام مرة في الأسبوع؟ هتعمليه مرتين في الأسبوع، يعني هنغسل شعرنا بيه مرتين في الأسبوع ونستمر لمدة شهر. خلوا بالكم احنا كده خلصنا الشامبو، دلوقتي انا داخلة على الزيت. طبعا البنت اللي بعتتلي دي الاكونت بتاعها اسمه اويلك، هسيب لكم اللينك بتاع الانستجرام بتاعها واللينك بتاع الفيسبوك بيج بتاعتها في صندوق الوصف تحت الفيديو، هتلاقوا اللينكات كلها بتاعتها. اولا حاجتها اوريجينال، ثانيا هي حد ذوق جدا في التعامل، ومعاكم للاخر، يعني انا غلبتها اسئله وكانت فاضله معايا يعني مكمله. دلوقتي بقى يجي دور الزيت بتاع الشعر. امامي اكيد كتير منكم سمع عن الزيت ده، امامي برضو من الحاجات اللي اخترتها علشان قريت عنه قد ايه هو حلو قوي علشان الهيشان والتقصيف. امامي ده فيه ميزة حلوة قوي، يعني هقول لكم امتى تشتروه. تشتروه لو انتوا عايزين تنعموا شعركم، لو انتوا عايزين تقللوا الهيشان بتاع الشعر، لو عايزين تحافظوا على الشعر من التقصيف، لو عايزين تفكوا التشابك. بالنسبة للأطفال الصغيرة لو عايزين نستعمل لهم زيت يفك لهم التشابك ويغذي الشعر، نقدر نستعمل الزيت ده، ونقدر نستعمله بكذا طريقة. دي برضو ميزة تانية في الزيت بتاع إمامي، ان احنا نقدر نستعمله بالطريقتين. اول طريقة اللي هي حمام الزيت، وتاني طريقة اللي هي الدهان، وانا هقولكم يعني ازاي نعمله حمام زيت وازاي دهان، علشان انا مش من مشجعين الدهان، بس هقولكم ازاي نستعمله كدهان بطريقة امنة وكويسة. حمام الزيت زي ما عملته معاكم قبل كده، بحط الزيت على شعري، بهتم اكتر بالاطراف. لو شعرنا فروته دهنيه مش بنحط زيت على الفروه، او ممكن نحط بواقي الزيت اللي في اطراف صوابعنا بس، لكن لو فروتنا جافه ممكن نحط على فروه الراس بس، ممكن نحط على فروه الراس برضو. وبعد كده بنحط البروكاب الحراري او كاب بلاستيك او فوطه سخنه ايا كان، علشان نخلي شعرنا يستفيد اكتر بالزيت. لو جينا بصينا على المكونات اللي موجوده في امامي، هنلاقي ان هو فيه 7 زيوت. ايه هما ال7 زيوت؟ زيت الارجان، وزيت الوالنت اللي هو عين الجمل، وزيت الجوجوبا، وزيت الزيتون، وزيت اللوز والامله، وزيت جوز الهند. والزيوت دي في منها حاجه اسمها بنتريتنج اويلز، اللي هو زيت جوز الهند وزيت الزيتون وزيت الارجان. يعني ايه بنتريتنج اويلز؟ يعني هي بتوصل للشعره من جوه، يعني جزيئات بتاعه الزيوت دي تقدر تخترق الشعره وتطريها وترطبها من جوه، تعمل تغذيه عميقه. والزيوت دي مفضل ان احنا نستعملها كحمام زيت، او يعني نستعملها قبل ما نغسل شعرنا. وكمان فيه
زيوت اسمها سيلينج اويلز، يعني زيوت بتغلف الشعر من بره، بتعمل لها زي طبقة حماية عشان تحافظ على المية اللي موجودة جوه الشعراية، زي مثلا زيت الجوجوبا وزيت اللوز. فتقدروا تستعملوه برضو كدهان بعد ما نغسل شعرنا، علشان زيوت السيلينج اللي موجودة فيه تحافظ على المية والهيدريشن اللي موجود جوه الشعراية. فعلشان مكوناته نقدر نستعمله للمستعملين، بلس كمان ان هو خفيف، شايفين هو مش زيت لزج، علشان كده بقول لكم ان انتوا تقدروا تستعملوه كدهان. الدهان بقى بيكون ازاي؟ بعد ما بنغسل شعرنا بنستعمله كبديل للسيروم، وده اللي انا بعمله اليومين دول. باخد منه كام نقطه، نقط بسيطه قوي قوي من الزيت، وبفردها كده بين ايديا واروح دهنه بيها اطراف الشعر بعد ما نغسل شعرنا. وممكن تعملوا الحركه دي يوميا، يعني هتطري الشعر جدا وترطب الشعر قوي وتحميه من التقصير، وهتساعدكم قبل ما تسرحوا شعركم ان لو في تشابك يتفك. ومش كل الزيوت نقدر نعمل معاها الحركه دي، لان يعني الزيوت اللزجه ما اقدرش اعمل بيها الحركه دي، الزيوت اللي ريحتها وحشه ما اقدرش اعمل بيها الحركه دي، لكن امامي ريحته حلوه، فتقدروا ان انتوا تعملوا الحركه دي اللي هي استعمله كبديل للسيروم او تستعملوه كدهان يعني على الشعر. بس كده، دي كانت المنتجات الهنديه اللي جربتها الفتره الاخيره وعجبتني. هسيب لكم كالعاده اسماء المنتجات دي واسعارها تحت الفيديو في صندوق الوصف او الديسكريبشن بوكس، وهسيب لكم معاها لينكات البيج اللي جبتها منهم. انتوا لو حسيتوا ان انتوا محتاجينها تقدروا ان انتوا تجيبوها. شوفوا ايه المشكله اللي موجوده عندكم في شعركم او بشرتكم او كده، وعلى اساسها هاتوا الحاجه، على اساس المشكله وعلى اساس نوع شعركم. هقول لكم على حاجه، الحنه طبعا تنفع لكل انواع الشعر، الشامبو برضو بينفع لكل انواع الشعر، وقلت لكم ان انا شعري دهني علشان كده ما نشفش معايا شعري. مش عارفه، انا ما جربتوش على شعر جاف فما اقدرش احكم، بس هو بالنسبه لفعاليته للقشره حلو جدا. بالنسبه للزيت انا ما جربتوش في الانبات والتساقط، انا بس جربته في حمام الزيت ان هو بيطري الشعر، وجربته في الدهان او استعمله كبديل للسيروم وفعلا بيفك التشابك وبيطري شعري جدا. طب هل الزيت ده يعني هو نافع معايا عشان شعري ناعم؟ جايز، يعني هو زيت خفيف، فعارفين هو حاجه خفيفه زي السيروم، يعني الناس اللي شعرها خشن شويه ممكن ما يعجبهاش، بس الناس اللي هي شعرها عادي او عايزه حاجه بس تطري الشعر، حاجه تدهنها كده يوميا علشان الشعر يبقى حلو ومفرود وريحته حلوه ويقلل تقصيف وهيشان وكده، تجيبه. فانتوا يعني شوفوا ايه الحاجات اللي انتوا محتاجينها، وعلى اساسها هاتوا الحاجة اللي تريحكم وتقتنعوا بيها. بس كده، يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك، ده بيدعمني جدا. شير للفيديو عشان يوصل لعدد اكبر من الناس، وسبسكرايب او اشتراك في القناة لو ما كنتوش مشتركين، وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل فيديو جديد بنزله، وتنسوش تعملوا لي فولو على انستجرام. ميرنا انطون، باي باي.